في كتير ناس عم تحكي شو الصح وشو الغلط، بس ما حدا عم بيقول شو لازم نعمل. لازم 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 ننظف الشوارع، لازم ننظف الطرقات، لازم ننظفها من الزبالة، ننظفها من الأصوات. عم بتمشى ببيروت، عم بزع على البوسترات، شباب بالسيارات عم بتردد شعارات، مخيمات تدريب حزبية، رماية ومناورات، تزيد سلاح تجمعات وأنا بالعبارات. والعلوم سياسية مسمومة غير وطنية، تخوين على الهوية طائفية، طيران ومدفعية، ولك يا ريتكم صهيونية بس ما كلكم لبنانية من الخمسة وسبعين وعم تتسلوا فيي. خلي السيف الشقشق كلماتي تقول الحق، بدك حرب تغدى رصاص ضلك تاكل تنبكي. فبعيش بالتشويش عم بتفركش بخراطيش، بالتلطيش والتحشيش والشويش هم التفتيش. هالصاحبي جرب ينتحر محط ايده بالفيش، طلعت مقطوع الكهرباء كان نهارة في تنين. هلا هو بدير الصليب كله هالبلد غريب، من وقتها مهووس بالتنظيف مثل شركة السكلين، حامل دفتر بايد شمال وحامل هوفر باليمين. ما تسأل وين زين الدين عم بينظف الطريق. لازم نستورد حرية ونصدر تحرية، لازم نستورد طوايف ونصدر طائفية، لازم نستورد قانون ونصدر محامية، لازم نصدر مسؤولين ونستورد مسؤولية، لازم نصدر الإخوان نستورد أخوية، نصدر أفكار حزبية نستورد بدلة ثقافية، لازم نحرق الهوية ليكون صار عنا هوية، لازم نكون لبنانية لتزبط هالميزانية. الليلة نفس الحلم بس ما نام من عشية، أفكار جهنمية مخططات وطنية، فصل الدين عن الدولة بطريقة تدريجية، محو أمية دورات تربية مدنية، قرب الشعب من السلطة بالإنماء المتوازن، ما لازم وازن ميزانية شارع وضيع عم بتنازع. ترجع تسأل المسافر مش راجع في طايفة علمانية، بالدستور ممنوعة بالواقع ما تشارع كذاب بارع، بلا طوايف انت ما بتسوى بالشارع. لو لبنان دايرة موحدة منقدر نقبع كل الحكام، بدل ما يزبط منطقته بيزبط كل لبنان، لأنه المسؤول بيصير محسوب على كل الشعب الجوعان، مش على منطقة كانتون أو شريحة أو